بسم الله الرحمن الرحيم، طلابي الأعزاء، بهالمقطع بإذن الله تعالى رح ندرس مع بعض درس إشكنار ديرتجان أو المعين بنسميه باللغة العربية. شو هو هذا المعين؟ هو عبارة عن شكل رباعي مثل وهو متوازي أضلاع تماما، متوازي أضلاع، فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين، لكن فيه شغلة أيضا كتير هامة إنه كل أضلاعه متساوية الطول. لاحظ هذا الطول الآ بي مثل طول البي جي مثل طول دي جي مثل طول آ دي. إذن هو شكل رباعي، هو متوازي أضلاع لكن أضلاعه متساوية، يحمل نفس خصائص متوازي الأضلاع كاملة. يعني الطالب اللي درس متوازي الأضلاع تماما، قوانين متوازي الأضلاع كلها تطبق في المعين. إله بعض الأشياء الإضافية. شو هي بعض الأشياء الإضافية؟ إنه أنا لو رسمت القطر الأول والقطر الثاني، أقطاره راح تكون هي منصفات للزوايا. طيب ليش راح تكون منصفات للزوايا؟ نحن بتتذكروا قلنا بزمانه إنه قطراه متناصفان لمتوازي الأضلاع، يعني هذا الجزء قد هذا الجزء، صح؟ طيب أنا لو رسمت A B D بالشكل التالي، أصبح عندي اطلع على القطر الآخر، هذا الخط، اعتبر لي هاي النقطة هون، سمي لي إياها O المركز. من A ل O هذا صار خط متوسط، لكن هذا المتوسط وين موجود؟ موجود في مثلث متساوي ساقين. أنا مو قلت كل أضلاعه متساوي؟ إذا A B يساوي A D. لما عندي مثلث متساوي ساقين عم باخد خط متوسط، أيضا بيطلع عمود كمان، وبيطلع كمان منصف. فإذا هاي الزاوية مثل هالزاوية، يعني إذا سميت هون ألفا هون ألفا، وهون بيتا معناها هون راح يكون بيتا. بنفس الأسلوب تماما فيني أثبت إنه هون كمان عندي راح يطلع بيتا، وهون راح يطلع بيتا، وهون ألفا، وهون ألفا. إذا شباب، خلاصة الكلام، عندي نوعين من الزوايا فيه. لاحظ، بس كان عندك منصف، عندك نوعين من الزوايا فقط، هدول ألفا وألفا، كلهم أربع زوايا بيطلع، وهون كمان زوايا أربعة بيتا. إذا ما عندي غير زاويتين ألفا وبيتا، بس المنصف قسمنيهم لأربعة هون وأربعة هون، وفي عندي تعامد. هاي هي كل خواص المعين إشكنار ديرتجان. لاحظ بهذا المثال عم يطلب مني قياس ألفا وبيتا. طيب نحن قلنا هون عندي أيضا ألفا، هدول قلنا مثل بعض، وهون هي كمان ألفا وهي كمان ألفا. إذا أنا عرفت الألفا 55. هلا أنا بدي البيتا، تمام؟ فيني أقول إنه أنا أيضا هون عندي بيتا، بحسن أطالعها من المثلث A B A، وبحسن أيضا من مثلث متساوي ساقين بدون ما ألجأ للمثلث القائم بالشكل التالي. لاحظوا شباب، هون عندي 55 وهون عندي 55، صار الخمسة وخمسين مع الخمسة وخمسين أعطوني 110، إذا هون عندي 70. 2 بيتا 70 معناها البيتا 35 درجة. بهذا المثال كنا بنقول قطراه متناصفان، إذا A B يساوي A D. أصبح المثلث A D F متساوي ساقين، زاوية رأسه 30، تبقى 150، يعني 75 هون 75 هون، فجواب الألفا 75. لاحظ بالمثال التالي عم بيقول لك عندي إشكنار ديرتجان. إشكنار ديرتجان يعني طول ضلعه كامل قديش؟ هو 17، فأيضا هون عندي 17. أنا أصبحت في مثلث قائم شهير 8 17، معناها الإكس 15. أيضا هون عندي إشكنار ديرتجان، أضلاعه جميعا متساوية، 4 جذر 2، إذا هون عندي 4 جذر 2. لاحظ المثلث A B J، مثلث قائم فيه 4 4 بيعطيك 4 جذر 2، إذا متساوي ساقين معناته هون 45 45 90. بالمثال التالي لو أنا سميت هالزاوية إكس وهي أيضا إكس، طيب تتذكروا نحن قلنا بالإشكنار دورتجان هو عم بيقول لي هذا إشكنار، بالإشكنار دورتجان قلنا المنصف، هذا القطر هو منصف، يعني هون عندك أيضا 2 إكس، وهون أيضا عندك 2x، وهون أيضا 2x. طيب شو صار عندي؟ طلع لي على هذا المثلث بالشكل التالي.
هذا المثلث فيه 144 وهالزاوية وهالزاوية لازم يكملوا 180، إذا هون 36، يعني عندي الثلاثة إكس بيطلعوا 36، معناها الإكس 12. هلا الإكس 12 معناها أنا هون في عندي 24 وهون عندي 24، أصبح عندي مجموع هدول 48، معناها الألفة 132 حتى يكملوا زوايا المثلث للمية وثمانين. بهذا المثال تتذكروا نحن قلنا إنه القطر له منصف للزاوية، فهون عندي منصف، صار بإمكاني إني أطبق نظرية المنصف بهذا المثلث لحساب الإكس. أطوال أضلاعه، طول كل ضلع من أضلاعه هو إيش كنار؟ 6K، معناتها 6K كلهم، إذا هون 3K ب3K، ففيني أقول 3K أو 2K على 3 تساوي 3K على الإكس. الكا راح مع الكا، معناها الإكس بيطلع 9 على 2. بهذا المثال لاحظوا شو عم بيقول لي، A B J D إيش كنار؟ A B J D إيش كنار؟ تيرت كان. شباب أنا بنبه لموضوع هام جدا جدا جدا، شو هو؟ إنه لما بيحط لي معين داخل مثلث، لاحظ أنا هون مسألتي فيها مثلث، شايفينه هذا اللي بالأحمر؟ وراح حط لي بقلبه معين. ثق تماما المسألة هون هي مسألة منصف. بس شفت معين داخل مثلث هو مسألة منصف. شو وين المنصف؟ المنصف هو هذا القطر بإمكانك أنك ترسمه، هذا منصف للزاوية، هون عندك هالزاوية بقد هاي الزاوية. إذا رجعنا لخاصية المنصف، طيب وين المنصف؟ هلا فيني أقول آخذ الخمسة على إكس والعشرة مع هذا الضلع. إذا الخمسة أعطتك إكس، العشرة راح تعطيك 2 إكس، فصار طول الضلع كاملا 3 إكس. طيب إذا ال 3 إكس طلعت عم تساوي 6، معناها الإكس 2. بالقاعدة التالية عم بيقول لي إنه أقطاره، القطر الأول والقطر الثاني، بيتعاملوا. طبعا أثبتنا هذا الكلام قبل شوي. لاحظ 6 8 في تعامد بيناتهم، هو عم بيقول لي إيش كنار دورتجان، إذا هون 10 معناها أيضا الإكس 10. بهذا المثال إيش كنار دورتجان، إذا هون في تعامد. فيني أطبق أوكليد، فيني أقول H للتربيع يساوي هذا الجزء بهذا، يعني 36، معناها ال H 6. أيضا بهذا المثال عندي إيش كنار دورتجان، في مثلث قائم، فيني أقول X للتربيع، طبعا هون عم طبق أوكليد الثاني، بيساوي 4 بالكلي، يعني 4 ب9، يعني 36، معناها الإكس 6 أيضا. هون أيضا عندي إيش كنار دورتجان، طول قطره الأول أجي طوله 10. طيب لو رسمت القطر الثاني أنا بعرف راح يتعامدوا ويتناصفوا، يعني العشرة راح تقسم إلى 5 ب5، 5 13، إذا هذا هون 12 وهذا أيضا 12. طيب صار بإمكاني أطلع للإكس، الإكس صار موجود ضمن مثلث قائم، إذا بإمكاني إني أحسب طوله. لاحظ هون هذا الضلع 9، فتسعة 12 15، أكيد الوتر. بالمثال التالي أيضا عندي إيش كنار دورتجان، أنا بعرف قطراه متناصفان، لاحظ قطره الأول طوله 8. طب لو رسمت القطر الثاني، فشيء أكيد راح يظهر عندي هون تعامد، وراح يقسم إلى هون 4، طبعا ما عاد عندي 5، وهذا 1، لأنه من A إلى D كان طوله 5. هلأ لحساب الـ X فيني أطبق أوكليد بهذا المثلث يلي مرسوم بداخله ارتفاع. شو فيني أقول؟ فيني أقول X للتربيع يساوي 4 بالكلي اللي هو 5، 4 ب5، معناها الـ X 2 جذر الـ5. أيضا هنا عندي إيش كنار دورتجان، إذا في عندي تعامد، قطراه متناصفان 3 جذر 5، أيضا هون 3 جذر 5. 3 جذر 5 و 3 معناها هون عندي 6، 3 6 بيعطيني 3 جذر 5. طيب فيني كمان
اخذ اوكليد اقول، او كان بامكاني من هون يعني اوكليد نفس الشيء ما في مشكله. الستة للتربيع 36 بيساوي 3 ضرب 12، طبعا انا بطبق اوكليد الاولى. هلا هو عم يطلب مني المساحه، انا بامكاني احسب له مساحه هذا المثلث اللي هون، لاحظوا هذا المثلث، وعندي اربع مثلثات الى نفس المساحه. شو مساحه هذا المثلث؟ 6 ب 15 على 2، اذا 15 ب 6 على 2 يعني هون اعطاني 3، اذا 45، فهذا مساحته 45، وهون ايضا 45، وهون 45، وهون كمان 45، يعني المساحة الإجمالية 108. أو كان بإمكاني من بعد ما حسبت أنا طول الضلع هذا 6، لاحظ هون عندك 6، كمل لفوق كمان عندك 6، صار العمود كله 12، فيني أقول 15 ب 12. بهذا المثال قلنا أيضا قطراه متعامدان، وهون أيضا عندك 6. لو طبقت أوكليد الأولى اللي بتقول 6 للتربيع يعني 36 بتساوي هذا الجزء بالكلي، يعني 4 ضرب الطول الكلي ديجي أكيد لازم يطلع 9 حتى يطلع الرقم 6، معناها أنا عندي هذا الجزء من A إلى D طوله 5. هلأ بطبق أوكليد الأولى بس، لكن عفوا أوكليد الثاني من الجهة الأخرى، يعني X للتربيع يساوي الجزء الأول بالكلي يعني 5 مضروب ب9، معناها الـ X بيطلع 3 بجذر الـ5. بهيك شباب بيكون وصلنا لنهاية هذا المقطع، بتمنى تكونوا استفدتوا، شكرا كتير لإصغائكم.